بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان التعزير. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على تعريف التعزير، وسنعرف مشروعية التعزير، وسنعرف نوع التعزير ومقداره، وسنعرف أصناف التعزير، وسنتعرف على الفرق بين الحد والتعزير، وسنعرف أسباب التعزير ونماذج مما يعزر عليه. تعريف التعزير: تعريفه لغة هو المنع، ويأتي بمعنى التأديب. أما اصطلاحا فهو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص. مشروعية التعزير: التعزير مشروع على ترك واجب أو فعل محرم لا حد فيه ولا كفارة ولا قصاص. والدليل على مشروعيته قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. وقال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، تعزيرا له على منعه للزكاة. ويجب التعزير في حالات منها: أولا، إذا كان التعزير لحق آدمي وطالب به فيلزم إجابته إلى طلبه ولا يجوز العفو عنه. ثانيا، إذا رأى القاضي أن المفسدة لا تندفع إلا بالتعزير. نوع التعزير ومقداره: ليس للتعزير نوع ولا مقدار معين، ويرجع في تقديره ونوعه إلى اجتهاد القاضي بحسب الحالة والمصلحة، وذلك لتفاوت الجرائم واختلاف الزمان والمكان. فقد يكتفى في التعزير بكلمة توبيخ، وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضت المصلحة ولم تندفع المفسدة إلا به، مثل قتل الجاسوس. ولكن إذا كانت المعصية لها حد مقدر من جنسها فلا يبلغ بالتعزير ذلك الحد المقدر. مثال ذلك: أولا، الشتم والسب بدون قذف فيعزر عليه ولا يبلغ به حد القذف. وكما هو معلوم عزيز الطالب أن حد القذف 80 جلدة، فلا يعزر القاضي الذي يسب ويشتم أن يجلد 80 جلدة، فلا بد أن يكون التعزير أقل من 80. ثانيا، الخلوة بالأجنبية من غير زنا فيعزر عليه ولا يوصل به إلى حد الزنا. والمقصود بالمرأة الأجنبية هي كل امرأة لست لها محرما. أصناف التعزير: تصنف العقوبات التعزيرية إلى عدة أصناف، هي: أولا، ما يتعلق بالأبدان مثل القتل والجلد. ثانيا، ما يتعلق بالأموال مثل التغريم وإتلاف بعض ماله. ثالثا، ما هو مركب منهما أي بالبدن والمال، مثل جلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه. رابعا، ما يتعلق بتقييد الإرادة مثل الحبس. خامسا، ما يتعلق بالمعنويات مثل التوبيخ والزجر والتشهير والعزل عن المنصب. سادسا، العقوبات البديلة مثل التكليف بعمل بعض الخدمات النافعة للمجتمع أو حضور بعض الدورات التربوية والتدريبية. الفرق بين الحد والتعزير: أهم الفروق بين الحد والتعزير تتبين فيما يلي: أولا، الحد مقدر، أما التعزير فغير مقدر. ثانيا، الحد الكل فيه سواء، أما التعزير فيختلف باختلاف الفاعل، فتأديب ذوي الهيئات أخف من غيرهم. ثالثا،
الحد إقامته واجبة إلا حد القذف، فمتوقف على مطالبة المقذوف. أما التعزير فيكون بحسب اجتهاد الإمام. رابعاً، الحد يدرأ بالشبهة، أما التعزير يقام حتى مع وجود الشبهة. خامساً، الحد مختص بالإمام، أما التعزير يفعله الإمام وغيره ممن له التأديب في محل ولايته، كالزوج يؤدب زوجته والأب يؤدب ولده. سادساً، الحد لا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام، أما التعزير فتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام. أسباب التعزير ونماذج لما يعزر عليه. أسباب التعزير كثيرة، وضابطها ارتكاب معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص، وتنقسم إلى قسمين. أولاً، أسباب التعزير لفعل محرم، مثل أولاً سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم، ثانياً بيع الخمور والمخدرات وكل محرم، ثالثاً الاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب حدا. والمقصود بالأجنبية كما ذكرنا سابقاً هي كل امرأة لست لها محرماً. رابعاً الرشوة، وهي ما يعطيه الشخص لمسؤول لإبطال حق أو إحقاق باطل. خامساً شهادة الزور، وهي الشهادة التي تقوم على الكذب. سادساً حقوق الوالدين. سابعاً التزوير، وهو الميل بالشيء عن حقيقته بزيادة أو نقص، إما في الصكوك أو التوقيعات أو الشهادات أو غيرها. ثانياً أسباب التعزير لترك واجب، مثل أولاً تأخير الصلاة عن وقتها، ثانياً ترك أداء الزكاة، ثالثاً عدم الصوم في نهار رمضان، رابعاً عدم أداء الديون مع الغنى، خامساً عدم أداء الأمانات إلى أهلها. ختاماً عزيزي الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. تعرفنا فيه على تعريف التعزير لغة وشرعاً، وعرفنا مشروعية التعزير، وعرفنا أصناف التعزير، وعرفنا أسباب التعزير. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.